انا عندي خبر يحرق الدم يضايق اي مصري واي واحد مهتم بالتراث المصري والموروث والاثار المصريه اللي للاسف بقت مشاع. لسه في صوف بيس دار مزادات معروف في لندن للتحف والتراث، من كام يوم احنا كنا نشرنا لحضراتكم تويته للدكتوره المهتمه جدا بالاثار المصريه وبتحارب الصراحه، دكتوره مونيكا حنا خبيره الاثار، خبر عن اعلان دار صوف بيس وجود او دار صوف بيز للمزادات في بريطانيا في لندن عن مزاد على مخطوط مملوكي لقنصوة الغوري من سنة 1500، يعني تقريبا من 418 سنة، وطلبت من متابعتها اي وسيلة للتواصل مع الملحق الثقافي. المخطوطة مملوكي لقنصوة الغوري هتتباع في صوف بيز وعليها ختم دار الكتب، عليها ختم دار الكتب المصرية، حاجة تحرق الدم فعلا. حد يعرف مكتب السفارة الثقافي في لندن نبعت لهم يوقفوا البيع، وحط اللينك الخاص بدار صوف بيز للمزادات والاوكشنز او المزاد اللي معمول على هذه اللوحة. وعدتكم يومها ان احنا هنفضل متابعين. لما تقرا الثريد بتاع التويتة دي لدكتورة مونيكا حنا هتلاقي ان هي تواصلت فعلا مع مكتب السفارة الثقافي وقالوا لها هيكون في بعض الاجراءات. لكن لما نفتح اللينك ده وإمعانا في حرقة الدم تكتشف إن مش بس المخطوطة دي اللي معروضة للبيع، لا ده مزاد على الإسلاميك أرتيفاكتس، مزاد على أعمال كتابية ومخطوطات إسلامية لأكثر من 60-70 مخطوطة إسلامية، معظمهم من سوريا والعراق. سوريا اللي في حرب من سنة 2011 لغاية النهاردة بقالها 7 سنين في حرب، والعراق اللي من سنة 2003 بعد الاحتلال الأمريكي والحرب بقالها 15 سنة في حرب، حاجاتهم معروضة ووسطهم حاجات مصرية. تخيلوا أثارنا محطوطة مع أثار سوريا والعراق على مواقع، دولتين فيهم حرب، واحدة من 7 سنين وواحدة من 15 سنة، أثار مصر النهاردة محطوطة وسطهم، الاثار الاسلاميه، المخطوطات الاسلاميه زي ما انتم حضراتكم شايفين. Arts of Islamic World 24 اكتوبر 2018 الساعه 10:30 بتوقيت لندن. المزاد ده يوم 24 اكتوبر، يعني بعد الثلاث ايام هيتم بيع 5 مخطوطات مصريه على الاقل، 5 مخطوطات مصريه، منهم واحده عليها ختم دار الكتب المصرية، يعني موثقة في وزارة الثقافة وبالتأكيد موثقة في وزارة الآثار المصرية، هيتم بيعهم 5 مخطوطات على الأقل. دي صور المخطوطات المصرية اللي هتتباع، اللي معظمها من العصر المملوكي من تقريبا سنة 1400 ميلادية و 1500 ميلادية، احنا هنعرضها على حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين. مخطوطات مصرية وآثار إسلامية مصرية بتباع في أحد المزادات في دار مزادات في لندن بعد 3 أيام من النهاردة. بعد أسبوع إحنا بنتابع معاكم الخبر، لأن تحرك الدكتورة مونيكا كان ليه نتيجة كبيرة وتأثير في تغيير مسار الموضوع. عشان نعرف التطورات الخاصة بالقضية معنا الدكتورة مونيكا حنا، رئيس وحدة الآثار والتراث الحضاري في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور يا فندم. الموضوع يحرق الدم بصراحة. هو يعني حضرتك احنا يعني دمنا بيتحرق على طول، لانه في يعني صوف بيز الحقيقة دار مزادات غير اخلاقي وبيعرض كتير اثار مسروقة وبيستغل مشاكل الدول العربية ومشاكل اللي كان عندنا ومشاكل اللي في اليمن ومشاكل اللي في ليبيا وكده، بانه يبيع التراث الحضاري بتاع البلاد دي، ومش بس كده بيبيع اثار كتيره جدا مسروقه او معروف البروفيننس بتاعتها او الورق بتاعها مش كامل او الورق بتاعها. هل في اي قانون دولي بيمنع بيع الاثار الموثقه في بلادها في اي من دور المزادات في العالم؟ طبعا يا فندم، ده اتفاقيه اليونسكو 1972 بتجرم بيع الاثار الموثقه في بلادها، لانه ده بيثبت ان هي خرجت بطريقه غير شرعيه او انه يعني طبقا لقانون كل بلد. يعني احنا عندنا قانون 1917 ل 1983 اللي بيجرم تجاره الاثار، اي حاجه بتخرج بعد كده بتبقى يعني
مسروقة ولابد من عودتها مرة تانية إلى بلدها. بالضبط يا فندم. طيب حضرتك تواصلتي مع الجزء الثقافي من السفارة المصرية في لندن؟ كانوا هايلين. أنا ادوني، أنا كلمت الرقم اللي كان على الإنترنت، رد علي حد ملاني إيميل، بعت الإيميل وردوا عليا إن هم بالفعل تواصلوا مع وزارة الثقافة وبيحاولوا يجيبوا زي محضر أو أي حاجة بيثبت ما يثبت يعني سرقة المخطوطة دي. طبعا للأسف الشديد في حاجات يعني مش مظبوطة بتحصل في المخازن الأثرية أو في الأرشيفات، إنه بيبقى عندي مخطوطة وضاعت، فقدت، هل هي سرقت أو تلفت، فعشان ما بضاعة أتلفها الهوى. ايه فندم؟ بضاعة أتلفها الهوى. بالظبط، بنقوم منزلين بنشيل الرقم من السجل. فخلاص بيبقى كأنها مش موجودة، فلما بيجي حد يستلم عهدة من حد ما بتبقاش متسجلة في الدفاتر الرسمية. طب هل المخطوطات دي ممكن يكون حصل معاها شيء مشابه للي حضرتك بتذكريه؟ وارد يا فندم، وارد، لانه اتلاقت في سجل من يعني من نص القرن ال 19، 1800 حاجة و40 حاجة و50 كده. فاتلاقت في سجل اقدم سجل يمكن كان اتعمل لدار الكوز بتاعتها. اتلاقت فيه المخطوطة برقم السجل بكل حاجة، فكده طبعا هي كانت يعني كانت موجودة في مصر ومعروف واتسرقت، ولكن طبعا حضرتك يعني دي مش اول ما احنا يعني على طول بنراقب صلاه المزارات، وللاسف على طول في قطع اثريه ومخطوطات تاريخيه بتخرج، ومش بس هي يعني في حاجات كتيره غير مسجله بتتباع يعني. بس المشكله المره دي ان دي حاجه مسجله فعلا وعليها ختم دار الكتب المصريه. وحضرتك لو تبص في الصوره الثانيه حاولوا يشيلوا الختم، بس حسوا ان الورق بتقطع فما عرفوش. حاولوا فعلا يشيلوا الختم يعني ده صوبيس دي يعني تجار اثار من الاخر. طبعا هم بيقوموا بعمل غير اخلاقي يعني. يعني مش انا مش عايز اجمل، انا مش عايز اجمل الكلام، اذا كان حد بياخد اثار بتاع دوله تانية وبيحاول يبيعها فهو تاجر اثار، واكبر دليل على كده ان هم حاولوا يشيلوا الختم، فيعني ده تاجر اثار المسؤول عن ده تاجر اثار. بس احنا دلوقتي يعني وي اوت اوف تايم، احنا الوقت ضيق جدا، عندنا 3 ايام قبل المزاد. انا بناسب يعني طبعا الدكتوره ايناس عبد الدايم ان هي في اسرع فرصه تبعت جواب رسمي بما يفيد سرقه المخطوطه دي من دار الكتب. والمخطوطات الثانيه يا دكتور مونيكا؟ اي فندم. المخطوطات الثانيه احنا يعني واحنا بندور لقينا مع المخطوطه دي 5 مخطوطات اخرى او 4 مخطوطات اخرى توتال. طبعا حضرتك وارد ان هي مسروقه، لكن دي اللي عرفناها من الختم. من الختم. هي مسروقه. ده على ده على حسب بيان صوفيز نفسهم، هم في التايتل او الكابشن اللي موجوده على كل صوره هم نفسهم كاتبين انها المخطوطات دي مصريه من العصر المملوكي، الخمس مخطوطات بتتراوح يعني من 1400 ل 1500 ميلاديه، وثمنهم المبدئي اللي هيفتح عليه المزاد من 7000 جنيه استرليني ل 30000 جنيه استرليني، مبدا يعني انا مش عايز اقول رقم بخس شويه، بس هو يعني ما يتقدرش بالمال. بيحاولوا ان هم يعدوهم ان هم خرجوا مصر قبل دفايه اليونسكو 1970، وبيضربوا ورق، بيدوروا ورق انه دي كان يعني بيخلقوا عاده القطع اللي مسموح تداولها قانونا ولكنه غير اخلاقي برضو. هي القطع اللي خرجت مصر قبل 1972، يعني اللي خرج قبل 72 خلاص احنا عفى الله عما سلف. دي جدتي كانت شارياها ولا جدي كان شاريها، وانا لقيتها، وبيبقى اغلبه دلوقتي في الحاجات القطع الاثريه اللي عماله تطلع في السوق يبقى اغلبها مزور وبتبقى سرقات حديثه، فبيخلق تاريخ للقطع الاثريه بحيث انه يعرف يبيعها بشكل قانوني. طب احنا نتصرف ازاي دكتور مونيكا دلوقتي؟ يعني احنا بنعرض اللي علينا، بنحاول نتواصل مع وزاره الاثار، بنحاول نتواصل مع وزاره الثقافه، لكن ايه الوضع؟ المخطوطه دي مش في الحقيقه مش في مسؤوليه وزاره الاثار، دي في مسؤوليه وزاره دار الكتب لان هي تبع دار الكتب. بالظبط. بالظبط. فهي يعني انا بتخيل انه سياده الوزيره ايناس عبد الدايم لازم تبعت جواب، وجواب يتباع من دار الكتب لوقت. هم على فكره صادق لما احنا بنختارهم بشكل رسمي مجبورين ان يوقفوا عمليه البيع. بس لازم يبقى معانا دليل، هو الدليل هو السجل بتاع 1800 وحاجه اللي مكتوب فيه السجل بتاع المخطوطه دي. طيب احنا النهارده يوم الاحد، المزاد يوم الاربع، فاضل 3 ايام. احنا بدورنا هنحاول نتواصل مع الدكتورة ايناس عبد الدايم، واحنا موجودين على الهواء قدرنا نلحقها ونتواصل معاها. يعني انت قبل كده دكتورة دوريس ابو سيف والدكتورة امنية عبد البر وقفوا بيع 5 بشكوات.
كانت بنفس الطريقه برضو وقفناهم يعني متهيألي يمكن ليلتها او يوميها الصبح حاجه كده. فاحنا يعني دي مش اول مره فعلا نعرف نوقف، لكن لازم هي احنا مهما زعقنا ومهما ما قلنا ما لناش قيمه، لازم الدوله بنفسها هي اللي تبلغ بشكل رسمي انه بمحضر سرقه، انه القطعه دي لما جينا عملنا جرد على العهده ما لقيناهاش في السجل فعملنا لها محضر سرقه، فتبقى دي مسروقه من عندنا. طيب يعني انا بشكرك طبعا دكتور مونيكا حنا على ان انت اثرتي حاجه زي دي، واللي متابع شغلك عارف بجد انت من زمان مهتمه جدا بالموضوع ده. احنا بنضم صوتنا بصوتك وهنحاول على قد ما نقدر زي ما قلت لحضرتك ان احنا نوصل للدكتوره ايناس عبد الدايم ونوصل لكل المسؤولين في الدوله المصريه، لان الموضوع بقى دلوقتي انا في رايي ما هوش وزاره ثقافه ولا وزاره اثار ولا مجلس وزراء ولا يعني الموضوع ابعد من كده بكتير، موضوع ان في تراث مصري بيتباع واحنا قاعدين بنتفرج على الاقل 5 مخطوطات. انا برجع بالفضل للدكتوره مونيكا حنا، لان لو ما كانتش هي حطت التويته دي على الانترنت على التويتر اكاونت بتاعها ما كناش عرفنا ان في مخطوطه لقنصوه الغوري من العصر المملوكي مختومه بختم دار الكتب المصريه بتتباع، وبعدين نخش على دار المزادات نلاقيهم عندهم اكتر من 5 مخطوطات مصريه بتتباع يوم الأربعاء اللي جاي. أرجو تحرك ثوري من الدولة المصرية، على الأقل نطلب تأجيل المزاد، على الأقل نطلب تأجيل المزاد لحين إثبات حقنا في المخطوطات دي. ولو ما عرفناش يعني لو هي المخطوطة ب7000 استرليني يا جماعة نشتريها 150,000 جنيه، نشتريها ونعرضها. احنا عندنا المتحف المصري الجديد وعندنا المتحف المصري اللي في ميدان التحرير وعندنا متحف التراث الإسلامي اللي تم تجديده، عندنا متاحف كتير تشيل. لو مخطوطة ب 150,000 جنيه او 200,000 جنيه او 300,000 جنيه او 500,000 جنيه مصري في 5 مخطوطات، يعني بنتكلم في 2.5 مليون جنيه مصري، نشتريهم احنا، نعمل اكتتاب ونتبرع ونشتريهم احنا. اي حاجة نوايا تسند زير من الاثار المصرية اللي موجودة برا مصر. لكن ما ينفعش ما تعلمناش واحنا صغيرين في المدارس وفي الدراسات الاجتماعية وفي التاريخ، ما تعلمناش ان احنا نسيب حقنا زي ما رجعنا سينا في 73، ما تعلمتش ان انا اسيب حقي في تراث بلدي. دمي محروق فعلا.